مظبوط عشتيها. طب بتحكي كتير مية عن احسن ميكيلور كنت عشوائي، لانه قد ما الشخصيه يعني بنحس كانه هي والكاتب فرد شخص الغاوي والكاتب، في هروب على طول يعني، وكانك عم تهربي من شيء معين. فيك تقولي لنا نحن كمراهقه اليوم من شو ممكن تكون عم تهرب؟ يعني اليوم انت بكتابك بتهربي من البيت، بتهربي من الاهل، وعشوائي عم تهربي من حالك وعم تهربي من الحياه. ليه؟ عن شو عم بتفتشي؟ يعني عن شو عم تفتش؟ مش مية، عن شو عم تفتش لور بالكتاب؟ عم فتش على السعادة اللي هي مش موجودة. وين هي يعني؟ لا طب ما بتأمني إنه السعادة ممكن تكون جواتك بس أنت لازم تفتشي عليها؟ وقتها كان عمري 16 سنة، ما كنت فكر هيك. واليوم وقتها ترجعي تقري كتابك اللي عمره صار 4 سنين نسبة، بتحسي انه بعدك عم تلاقي حالك بهالشخصية، او بتلاقي انه في كتير امور اليوم جوزتيها؟ وقتها برجع بقري، يعني رجعت قريته مش من زمان، شي يومين، و لقيت لور لقيتها كتير ولد بتفكيرها وبتصرفها. نعم. يعني اليوم انت صاير عندك مثل من بعد ان ريكول، يعني من بعد ما شوي شفت الامور من بعد 4 سنين لقيت انه منا ناضجه لور. يعني انت اليوم ما كنت تصرفتي اليوم بعمر 20 سنه مثل ما تصرفت لور بعمر 16 سنه. طب وليه لور ديسين؟ لانه اول شيء انه سي كونكري، لانه هي بترسم الناس اللي بتشوفهم، بس كمان لانه عم ترسم حياتها شوي شوي، هي وعم تحكي عن حالها عم ترسم حياتها مثل اذا عم نشوفها بصوره، مش انه عم نقري بس، هي عم تكتب منشوف صورتها هي كيف عم بتعيش وعم تتصرف وعم تكبر، لانه عم تكبر طول الكتاب. يعني بالاول كان شيء وبالاخر صار شيء ثاني يعني. نعم. طب اليوم اذا سالتك لمين تهدي هذا الكتاب وشو رسالتك للمراهقين اليوم، شو بتجاوبيني؟ اذا بدي اهدي الكتاب بعتقد بهدي لامي. اول شيء لانه هي اول وحده قريته، وانا عاده الكتب انا بكتب كتير، بس بكتب اول الكتاب بعدين برجع بقريه وبلاقيه كتير بزهق وببلش شي جديد. نعم. بس هيدا الكتاب صار انه امي شفته وقالت لي ساعدتك تتخلصي؟ ايه، قالت لي كملي. انا كنت عايزه حدا ورا ظهري يقول لي كملي 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 كملي، وكملت. يعني اليوم امك الحقيقيه ما بتشبه ابدا ام لار. لا حلو كثير، وبتمنى انه بتصور انه رسالتك هي كمان انه الدنيا ام، وشو ما كانت الام يمكن ايام دور المراهق انه هو يفهم امه اكثر ما هي أصلاً تفهمه. اصلا بالكتاب عم تكتشف لور انه بالاول بتكتب كيف تكره امه وكل شيء، بس هيدا الكره بيقرب عن الحب. صح، ما هو يعني الوجه الثاني للحب. حلو كثير. طب واليوم ما عم بتحضري شيء جديد؟ بعدك عم تكتبي مية؟ نعم. لانه انا بحب اقول للمشاهدين اكيد انه كتاب رائع اسلوبه، يعني انا كنت حابه اسالك تانيا صار في كوريكسيون كثير للكتاب او هيك مثل ما كان؟ بتصور انك متاثره وانا كمان، لانه اللي ما قرا الكتاب ديجا الحديث مؤثر، ولكن اللي بيقرا الكتاب بتصور بيفوت الى اعماق علاقات كلنا قطعنا فيها. نحن اليوم امات كمان بنصير نفهم اكثر. تصلح كثير الكتاب؟ لا اول مره قريته عن جد كثير تاثرت، مش لانه القصه، اكيد القصه كثير حلوه وبتاثر، بس مش بس القصه، تاثرت على الماتوريتي تبع الكتيبه تبع ميا. نعم. انه كثير قليل انه تلاقي حدا كاتب اول كتاب وهالماتوريتي. نعم. بدها تفكر عمرها 16 سنه. كثير تاثرت، وبفتكر ما انا كناشره ما غيرت شيء. نعم. وكثير هيدا كثير نادر انه ما تغير شيء. صح. بكتاب اكيد. يعني وقت بيجي كتاب على عند دار نشر، دار نشر بيشتغل سنه مرات سنتين. صح. على الكتاب. نعم. انا ما غيرت شيء. نعم. كنت حابه اسالك مية، القصه فيها قصص ومعقده،
يعني واحد بده يمكن يرجع يقرا كمان تيرجع يفوت بالجو. هل هذا الشيء هيدي شخصيتك انت؟ انسانه عندك دهاليز اذا فينا نقول بنفسك بشخصيتك عم تحطيهم على الورق، او انت عم بتشخصي بهالطريقه العلاقات الانسانيه وخاصه العائليه؟ انا شخصيتي كثير كومبليكي. نعم، مثل ما مبين بطريقه الاسلوب بالكتيبه. يعني بغير وبسرعه. نعم. من هومور ومن شو بدي اعمل ومن كل شيء يعني. نعم. عم توقيع كتاب على سبت 30. بابا اذا عندك حدك اذا فيهم بس يمكن الكاميرا مان ياخذوا. لا سبت 30. نعم. صوب الساعة 5 من 5 لل 9 ونص 10 على الستاند تاميراس بسالون دو ليف ببيال. نعم. ميا رح توقع كتابة. انا بحب، ونحن كثير فخورين انه نكون ميا اوتور عنا عن جد. اكيد تاميراس. لا وانا بحب اقول انه دار تاميراس مش ما بيقبل انه يصدر حي الكتاب، نحن بنعرف هالشيء بس هيدا مميز كثير وبنعرف. كارولين، حابه كمان اسالك كيف كانت تجربتك انت كعلمة نفس انك تتعاوني مع كاتبه اللي هي تانيا تتعملوا انسخت اجندا اللي ممكن يكون بهالطريقه كمان رساله من ادراك للشعب اللبناني؟ عن جد تجربه كثير كثير حلوه، يعني كان في كثير لذه بالشغل لانه بنفس الوقت عم نجرب نجاوب على اشياء نحن عم نعيشها كمان كل يوم. نعم. وحتى يعني ومشاركه كل او عدد اكثر من شخص بمؤسسه ادراك بهالمهمه كمان كان حلو لانه كان في اخذ وعطاء وضحك كمان. نعم. بالاجابات، وبالتالي عن جد كانت تجربه كثير يعني حلوه. كان وحققنا احد اهداف ادراك اللي هي عن جد انه نوصل لنقنع الناس باهميه انه الواحد يعيش مرتاح. نعم. طيب وعم تفكري يعني بهالطريقه يمكن كانت اول فينا نقول تجربه لادراك انها بكتاب من خلال كتاب توصل رسالة، عم تفكروا بعدين ترجعوا تتعاونوا بغير نوع من الكتب يمكن تتوصلوا حلول؟ نحن تجربتنا بالكتابة هي أكثر شيء بكتب علمية أو طبية أو بمجلات علمية أو طبية، ولنطال المجتمع أكثر شيء كنا نعمل هالشيء من خلال أو محاضرات أو تدريب أو نشاطات تنموية يعني بالمجتمع. صحيح أول مرة بنعمل هالشيء وكانت تجربة حلوة، بس ما في هلأ مشروع مباشر. نعم. بيشبه هالشيء. بس هيك فينا نعرف أنه أيام الكتاب منه بس قصة. صح. هو رسالة، هو يمكن بدل ما واحد يقول شيء بيكتبه. صح. وبطريقة كتير مهضومة لأنه الأجندز، وهذا اللي أنا بقدره بتانيا أنه على طول في أفكار مهضومة تتقطع رسالة أيام كتير يعني كتير عميقة كمان. وبهالطريقة بتكون عم بتساهم مش بس بالثقافة، ولكن مش بس أنه تثقف المجتمع، ولكن كمان تعطي حلول. هذا الأجندة 365 جو، بحب أختم بالزان لأنه كلنا عايزين هالرواق. بتعتبري أنه إذا واحد تابعه تانيا بيقدر يوصل آخر السنة يكون غير شوي بحياته العملية، يمكن خفف الستريس بحياته؟ يمكن ما بيغير بحياته، بس أكيد بيعالج سيتواسيون دوني، وبشوف انه منه لوحده عم بيهستر على هالحاله او هالحاله. في 4 ملايين غيره. نحن 3 ملايين ونص لبنانيه، والحمد لله ما في يعني داعي تنفتش على سيتواسيون دو ستريس. كل يوم في صح حاله. على كل حال انا بتشكر كثير حضوركم. تانيا مهنا ميرسي بوكو، كارولين تابت كمان، وميا جمهوري تهانينا لكتابك الاول، وميرسي لانك اعطيتينا يعني انا بعتبره مثل امتي شيدوف بمضمونه وباسلوبه. ميرسي. مشاهدينا الكرام، هلا بنبقى مع زميلتي غولا لنختم اللايف لليوم.